محمد مهدي الجواهري، عبد الوهاب البياتي، نازك الملائكة، بدر شاكر السياب، أسماء لشعراء ومبدعين من العراق لا ننساهم أبدا، أثروا الحياة الثقافية العربية. حول مشاركة دولة العراق في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام يدور هذا الحوار مع ضيفتنا العزيزة دكتورة رهبة أسودي، وهي مدير النشر بوزارة الثقافة العراقية. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بك. يعني مشاركة لافتة، عناوين كثيرة تشارك بها العراق، بالإضافة إلى حضور من المبدعين والكتاب العراقيين. ما هي ملامح المشاركة العراقية لهذا العام؟ حرص العراق على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال 500 عنوان بمختلف الاختصاصات الأدبية والقانونية والسياسية والاجتماعية والتاريخية.